مرحبا بكم اصدقائي الكرام. اليوم على ذكرى عزيزه وغاليه علينا، اذكر بها انسان قدم حياته للحريات نتاعنا اليوم اللي خاطر اليوم قريت على الانترنت. زاد حيوي اليوم في قلب كل تونسي. شكرا انت اللي تكمل اعمالكم، تحيي الذكرى نتاع صغير وتقعدوا ديما تتذكروه، على خاطر حتى هو كان توفى ومات، راهو كي انت تتذكروه انا نفرح بكم برشا. برشا ما تصورش على بالكم. تنظيم مفتوح لكل من يرغب في النهوض بمسار الاصلاح في تونس بقطع النظير عن لغته او جنسه او دينه او انتمائه جغرافي، ولا يخضع للقانون التونسي المشحط وتعدياته الصارخه على حقوق الفرد والمجموعه، بل لضوابط البلد الذي يقويه. هذا هو النص تقريبا اللي اخترته انا، لانه نص ينم على رؤيه تقريبا سياسيه ترمي الى الخروج على المألوف والعادي من التنظيمات السياسيه بما فيها التنظيمات اللي كان يغزر لها زهير لحيوي في المعارضه ذاته. في قدوي في جوال اللي فات تقدم ذكرى كل شيء سافاك كل شيء سيبوك كل شيء لابيسيون، يكذب عليك يقولك تحت الكونيكسيون، مباز نعطيك سوليسيون، كسر المودام واحرق دينو موبيليزيون، ها وني حرية التعبير، تهبط تيتر يصدم عليك الحكم في الليل، عندي تحليل تشبع كلاطة، حتى اللي بارتاجي كنت نبيعو يتبيراطة، قد ما تحب تقدم يحبوك إلى الوراء، تحل فمك على الحق يبعثوك ورا الصحراء، ناقص كاش نهبط تيتر ويطي في كاساتات، فرقعنا كاتصون كاتنا عمار سلامات. لكن كيف نقرا تكست كيما هكا مكتوب في 2002 نقول انا كنت وي وقتها بروبابلمون عايشه ونقرا ونخرج وناكل، وزهير في كل لحظه حياته كانت مهدده. شو بتنشر الاخبار الزائفه والاخلاق في النظام العام؟ اليوم نعيد ذكرى وفاه شهيد الانترنت زهير الحيوي اللي توفى في 12 مارس 2005 بعد سنوات من التعذيب في السجون في عرض البيت. رمزية زهير الحيوي رمزية كبيرة برشا تاع الحرية، حرية التعبير، حرية الحوار على الانترنت. كان شهيد على خاطرنا باش اليوم نجمو نعيشو في عالم حر، في عالم اللي فيه الانترنت ليبر من غير حتى ليميت.